هي المحطة الثانية من الجولة الملكية الإفريقية المباركة، زيارة تجسد نفس الشعور ونفس الإرث للعلاقات الروحية بين عدد من بلدان غرب إفريقيا والمملكة، علاقات بناها حسن السلوك والإيمان والسلوك الروحي. وأبهى تجليات هذه العلاقة الروحية عكسها بصدق ذلك الاستقبال الجماهيري الحماسي الحاشد من مختلف الأعمار لأمير المؤمنين أمس لدى وصول جلالته إلى بيساو. فأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله سبط الحبيب النبي الأمين لم يزل يقتفي سبيل أسلافه الكرام من الملوك والسلاطين الأشراف الذين كانت لهم العناية التامة والرعاية الدائمة لمسلمي هذه الربوع الإفريقية، فسهروا على تعاليم الإسلام فيها وترسيخ قيمه العظيمة السمحة، فأسسوا المعاهد والمدارس ورفعوا المساجد ورعوا الزوايا المختلفة، فباد لهم ولاء بوفاء وحبا بحب ودعاء صادقا لما قدموه من خدمات للإسلام والمسلمين. ولم يزل أمير المؤمنين يعلي مكانة المسلمين الأفارقة ممثلين في علمائهم ومشايخهم بدعوتهم لحضور الدروس الحسنية الرمضانية والمشاركة في الندوات العلمية واللقاءات الصوفية. وانطلاقا من الرابط العقائدي بين المغرب والشعوب الإفريقية، فإن الإسلام واحد ممارسة وتقليدا، إنه إسلام مشبع بنفس القيم المبنية على الوسطية. الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام اخطو يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
هيا على سلام، هيا على سلام، هيا على الفلاح، هيا على الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال الموصوف بنعوت الكمال، حمدا مستوجبا لمزيد نعمه، إقرارا بعظيم فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار
ما تعاقب الليل والنهار، وعلى جميع من اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول مولانا الكريم في محكم التنزيل: لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العظيم. وإن من النعم التي يلزم شكرها توفيق الله تعالى للمؤمنين بأن تجتمع كلمتهم وتتوحد صفوفهم وتأتلف قلوبهم. قال تعالى: هو الذي أيدكم بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالحمد لله حمدا كثيرا، والحمد لله حمدا كثيرا على توفيقه لكل هذه القلوب التي اجتمعت على الله كلمتها، وتوحدت للقبلة المشرفة وجهتها، واعتلفت على كلمة التوحيد قلوبها، فنشطت منها الأجسام لعبادة ربها، وقويت منها العزائم لخدمة بلدانها وبناء نهضتها. وإن الدين الإسلامي الحنيف في اعتداله وسماحته ومراعاته لمصالح العباد حثهم على التعاون على البر والتقوى، ونهاهم عن الإثم والعدوان. والبر إيمان، وإقامة صلاة، وإيتاء الزكاة، وعمل المعروف، وإطعام محتاج، ومد يد العون لمعوز، والتقوى اجتناب ما نهى الله عنه وامتثال ما أمر به ظاهرا وباطنا، والإثم ما حاك في الصدر من الشر وتردد فيه، والعدوان انتهاك حرمة الله تعالى الواجبة له في حق من حقوق الله أو حقوق العباد. فهذه قواعد كلية يتجلى منها عظمة هذا الدين وسموه وشموله لأنواع الخير للإنسان. فما أهوج المسلمين للتنافس في مدمار عمل الخير ليحييهم الله تعالى حياة طيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وما أهوج المسلمين للاقتداء بهذا الشريف الأصيل والملك النبيل أمير المؤمنين محمد السادس، الذي يجوب بلدانا ودولا ويزور من المسلمين شعوبا وقبائل، متعرفا عليهم، جالبا للخير لهم، مساعدا لهم بمشاريع الخير والنماء، واصلا لما يربطهم به من رحم في الدين ومحبة في الله ورسوله. روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتهابين في والمتزاورين في والمتجالسين في. فحقق اللهم رجاءنا، وثبت على دينك قلوبنا، ووحد بين صفوف المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمدي، وما كل نعمة إلا من عندي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. وإننا بمناسبة حلول أمير المؤمنين سيدنا محمد السادس بين أظهرنا، ولما أجراه الله على يده من بر وإحسان إلينا، نسأل الله تعالى أن يجزيه بما هو أهله، وأن ينصره ويوفقه لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعل الخير على يديه. اللهم أعز به الإسلام والمسلمين.
اللهم أعز به الإسلام والمسلمين، اللهم أعز به الإسلام والمسلمين، واجمع كلمتهم، وألف بين قلوبهم، وحدهم سبل السلام. اللهم إنا نسألك من النعمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية تمامها، ومن اليقين ما يحون علينا مصائب الدنيا وآفاتها. اللهم عمنا بلطفك واشملنا بعفوك يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك أفضل خلقك أجمعين، أفضل خلقك أجمعين، ورسولك الشافع المشفع الأمين سيدنا محمد، وعلى آله صلاة ترضيك. اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وعلى آله المطهرين، وعلى آله المطهرين، وصحابته الغر الميامين، وخصوصا منهم الخلفاء الأربعة الراشدين والعشرة المبشرين، وزوجات رسول الله أمهات المؤمنين، وباقي الأنصار والمهاجرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم عليه وعلى جميع عبادك الصالحين إلى يوم الدين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واغفر لوالدينا ومشايخنا ومن علمنا وسائر المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن التصوير صف من تمام الصلاة، هذا بين المناكب والأقدام. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم كريم وفضائله ورضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله اللهم آمين يا رب العالمين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين فاتحا ولداش ومحبس وكافة المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم سيدنا ومولانا السلطان اللهم صل وبارك في أمره اللهم اصلح به وعلى يديه اللهم كن له وليا ونصيرا الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحاصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله صلاة الجمعة بالمسجد المركزي التضامن ببيساو عاصمة غينيا بيساو مرفوقا برئيس الجمعية الوطنية الشعبية السيد سيبريانو كاساما والمستشار الخاص للرئيس تشيرنوجالو ووزير التجارة والصناعة التقليدية أنطونيو سريفو أنبالو وفي إطار العناية الملكية السامية بالعلاقات الروحية التاريخية التي تربط شعوب إفريقيا بشخص أمير المؤمنين يتفضل جلالة الملك بإهداء
الجهات المكلفة بتدبير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا بيساو 10,000 من نسخ المصحف الشريف في طبعته الصادرة عن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف قصد توزيعها على مساجد الجمهورية. وتأتي هذه المجموعة من المصاحف في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية القاضية بأن تقوم مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف بتزويد مساجد بلدان غرب إفريقيا بكل ما تحتاجه من مصاحف برواية ورش عن نافع التي هي من الاختيارات المشتركة بين المغرب وهذه البلدان. وكما أشار خطيب الجمعة فإن المسلمين في حاجة للاقتداء بأمير المؤمنين الذي يجوب بلدانا ودولا ويزور من المسلمين شعوبا وقبائل متعرفا عليهم جالبا للخير لهم مساعدا لهم بمشاريع الخير والنماء. لقد نسج المغرب علاقات متطورة جدا مع بلدان غرب القارة الإفريقية بحكم العوامل التاريخية والدينية والروحية والبشرية. أودعكم سيداتي سادتي وإلى اللقاء.